بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. روى الإمام المتقي الهندي نقلا من وهذا الكتاب يسمى كتاب كنز العمال، وهو من كتاب الكتب العظيمة في كتب السنة التي فيها الأحاديث الموقوفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين، أو المرفوعة للرسول صلى الله عليه وسلم لكن بسند فيه ضعف. المتقي الهندي ده من كبار علماء الهند، عمل هذا الكتاب نقلا من كتاب الجامع الصغير الزوائد للإمام جلال الدين السيوطي، وجامع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي، أجمع كل الأحاديث فيه أكثر من 50,000 حديث. طبعا الحديث المرسل بقى فيه ضعف، لكن ليس مكذوبا، خلي بالكم. واحنا قلنا قبل كده ان الاحاديث الضعيفه يعمل بها في فضائل الاعمال. هذا الامام قال نقلا عن مكحول عن مكحول عن الامام الزهري، والامام الزهري يعني انا بعتبره من كبار التابعين، يعني بعض العلماء بيصنفوا من صغار التابعين، لكن انا بعتبره من كبار التابعين، لان كل العلماء اللي جم بعد منه اخذوا منه، خصوصا الامام البخاري خد منه احاديث كتير. الإمام الزهري، شيخ الزهري شهاب الدين الزهري، ولد سنة 50 هجرية، يعني هو يعني في القرن الأول الهجري، وهو من كبار العلماء. فالزهري يقول رفعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالش اسم الصحابي. لكن الحديث عظيم، إن كان صحيحا فيه ثواب عظيم جدا. الحديث بيقول إيه؟ كما روى الإمام المتقي الهندي نقلا من كتاب جلال الدين السيوطي، جمع من قال في ليلة، من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 3 مرات كان كمن أدرك ليلة القدر. فالإمام نور الدين الأجهوري أو علي الدين الأجهوري، هو إمام وهو فقيه مالكي، قال ينبغي على المؤمن أن يقول هذا الذكر كل يوم يحصل ثواب، يبقى إذن الذكر ده يبارك في حسناتك في كل ليلة، يضاعف الثواب أضعافا كثيرة، ويجعلنا نقترب من ثواب ليلة القدر. بعض العلماء أخذوا بهذا الحديث وقالوا يقال في رمضان في العشر الأواخر، ظن عشان إنسان لو بيعتقد إن الليلة دي ليلة القدر وما هيش ليلة القدر يبقى أصاب ليلة القدر برضه. وبعض العلماء قالوا لا، احنا هنقوله كل ليلة، والحديث ظاهر الحديث يدل إن احنا نقوله كل ليلة، خلي بالكم. طب مش هنخسر حاجة، ده ذكر عظيم. طب لو المعنى ده صحيح، طب احنا قلنا قبل كده ان في حديث ان اللي بيصلي 4 ركعات بعد صلاة العشاء متصلات، ما يصليش اتنين اتنين، يصليهم 4 ركعات متصلات، لا يقطعهن بالتسليم او لا يسلم الا في اخرهن، ويطول فيهم شوية في القراءة، يعلم ما يقترئ فيهن، ويطول شوية في الركوع والسجود، كان من صلى هذه ال4 ركعات في ليلة القدر في كل ليلة. يبقى اذا ليه نستكسل على رب العالمين سبحانه وتعالى ان يكون في ذكر، واحنا قلنا ان الذكر هو اعظم الاعمال على الاطلاق. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: افلا ادلكم على خير اعمالكم، والحديث صححه الامام الالباني: افلا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، خير لكم من انفاق الورق والذهب، وخير لكم من ان تقوا اعداءكم غدا فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم. قلنا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله اذكرون الله كثيرا والذاكره. فاذا هذا الذكر مستحب جدا، يبقى احنا نقول الذكر ده 3 مرات كل يوم بنية ان احنا ندرك ثواب ليلة القدر في كل ليلة. من قال لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 3 مرات كان كمن ادرك ليلة القدر. بالله عليكم نسيبه، مش جايز المعنى ده يكون صحيح، يبقى خسرنا ثواب عظيم، وبعمل يسير ذكر، يا ريت نحافظ على الذكر ده كل يوم 3 مرات، انا شخصيا اقوله. ان كان الحديث ليس صحيحا 100% حديث مرسل، لكن نعمل به في كتاب كنز العمال رجاء للثواب العظيم. والله اللي مش مقتنع ما يعملش، هو حر، كل انسان حر. في ذكر تاني برضو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه من قال صلوات الله على ادم 3 مرات، من قال في كل يوم، يعني حافظ على ادم، من قال كل يوم، من قال كل يوم صلوات الله على ادم 3 مرات كان رفيقا لآدم عليه السلام في الجنة. طب يعني رفيقا لآدم عليه السلام في الجنة يعني في الفردوس الأعلى.
الانبياء في الفردوس الاعلى. فكان ادم عليه السلام هيشفع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس شفاعه يوم القيامه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد كده الانبياء والملائكه والشهداء، الشهيد بيشفع في 70 من اهله، بعد كده المؤمنون. فجايز جايز شفاعة، جايز توصل للفردوس الأعلى بشفاعة آدم مش بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لو حافظت على. لكن الواحد منا ما يعرفش ايه اللي هيدخله الجنة، ايه اللي هيخليه يوصل للمنزلة العظيمة. فنحافظ على برضو على كلمة صلوات الله، صلوات الله على آدم 3 مرات كل يوم، عسى أن يكون هذا سببا لأن نكون رفقاء للنبي المرسل أبينا آدم عليه السلام. يبقى الذكرين دول احفظهم، وانا هكتب لكم الاسانيد او الاذكار دي في الوصف بتاع الفيديو. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 3 مرات مع اخلاص النيه واحتساب الاجر، لانه حصل ثواب ليله القدر في كل ليله، كانك بتصلي بالظبط، بتصلي بالظبط ال4 ركعات اللي احنا قلنا عليهم دول، كانك بتصلي كل يوم في ليله القدر. الذكر الثاني قول صلوات الله على ادم 3 مرات بنية أن نكون مع أبينا آدم في الجنة، بس تحافظ عليه كل يوم 3 مرات بنية أننا نرفع في الجنة ونكون مع رفقاء لأبينا آدم في الفردوس الأعلى. فأنا هكتب لكم الذكرين دول بالسند في الوصف بتاع الفيديو. انسخوا هذا الكلام وانشروه، نشروا هذا العلم في ثواب عظيم، ومن علم علما فإن له أجر، من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ما تنسوش تفعيل الجرس والإشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنة التربية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.